نبدأ عن تاريخ اللاعب سالم بن ميلود الجوهرة السوداء لنادي الوداد الرياضية. إذا كان للنادي الأحمر ثلاثي تاريخي يفتخر به اليوم كل الوداديون في أشخاص المرحوم الشتوكي محمد أنور والمرحوم عبد السلام هاي والمرحوم إدريس جماد، فلنا في المرحوم سالم بن ميلود جوهرة سوداء للوداد. اللاعب سالم بن ميلود الملقب بالدندون ودادي مغربية ازداد بمدينة الجديدة سنة 1921، مدافع يلعب كظهير أيسر، طوله 1.82 متر ووزنه 82 كيلوغراما. انتقل في سن مبكرة إلى مدينة الدار البيضاء ليستقر مع أسرته بالمدينة القديمة معقل وداد المقاومة، وهو مثال للاعب الودادي المغربي الخلوق الذي شرف الوداد والمغرب ومثلهما أحسن تمثيلا في فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي. لعب سالم بنادي الوداد الرياضي فرع كرة القدم ما بين 1939 و1949 ولأول تشكيلة للفرع، وفاز معه بكأس جيل وهو كأس السوبر المغربية لسنة 1940. بصم على مستويات رائعة خلال السبع سنوات التي قضاها مع الوداد، كما لعب للنخبة المغربية أيضا، وكانت الصحافة تسميه بالمدافع اللامع للوداد. عرف سالم ببنيته الجسمانية القوية وأخلاقه العالية داخل وخارج الملعب. كانت لسالم علاقة وطيدة جدا بالمرحوم الحاج محمد بن جلولة التويمية، حيث كان يتبناه الرئيس المؤسس للوداد منذ أن التحق اللاعب الأسمراني بالنادي. صهر الحاج محمد على مسيرة سالم الكروية منذ بدايته ورأى فيه مستقبل اللاعب الواعد البار والمخلص لفريقه الأم ولبلاده. فعلى لسان نجل المرحوم بن جلون فإن الجامع العام للوداد لسنة 1943 الذي أقيم بمنزل الحاج محمد بن جلون، والذي عرف أنذاك انتخاب عبد القادر بن جلون رئيسا جديدا للوداد، كان قد تزامن مع حفل زفاف سالم بن ميلود. فما كان للحاج محمد بن جلون إلا أن يقيم حفل الزفاف تزامنا مع الجمع العام للنادي وفي نفس المكان حيث حضره المسيرون واللاعبون الذين ينتمون للنادي المسلم المغربي في جو ودادي عائلي. في هذه الصورة يظهر سالم وهو يعطي باقة ورود للملك الحسن الثاني الذي كان حاضرا بالمنصة في إحدى مباريات الوداد عندما كان وليا للعهد، وكان ذلك تحت أنظار الحاج محمد بن جلون. تألق سالم مع الوداد لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى آنذاك، من بينها نادي ستاد الفرنسية المتواجد بمدينة باريس. وفي الأخير وقع الدندون عقده الاحترافي يوم 1 يوليو 1946 مع أولمبيك مارسيليا الفرنسية، وكان قد تلقى تغطية إعلامية كبيرة في المغرب وفرنسا أثناء هذه الصفقة. وفي بداية تألقه مع نادي مدينة مارسيليا كتبت عنه الصحافة الفرنسية مقالا عنونته بسالم قام بغزو الباريزيين، ومكتوب فيه عدة جمل تمدحه فيها، ومن بينها أولمبيك مارسيليا يتوفر على مدافع من طراز عال. منذ هذه اللحظة مارسيليا لن تخشى أي خصم بتواجد سالم بن ميلود معها. أمضى سالم بن ميلود 10 سنوات بالتمام والكمال مع أولمبيك مارسيليا من 1946 إلى 1956، حيث خاض 282 مباراة مع الفريق وسجل 3 أهداف وفاز معه بلقب الدوري الفرنسي لموسم 47-48 في ثاني موسم قضاه مع مارسيليا، ويعتبر أول لاعب مغربي محترف يفوز بالدوري الفرنسي وبدوري أوروبية
كما لعب كأس فرنسا في 9 مناسبات من ضمنها نهائي موسم 53-54 ومشاركتين في كأس شارلز دراغو لموسمي 52-53 و54-55. كما تم اختيار سلم ضمن التشكيلة التاريخية لأولمبيك مارسيليا التي تضم أحسن 11 لاعبا في تاريخ النادي الفرنسي حسب الموقع الرسمي لهذا الأخير. وفي هذه الرسالة يظهر شموخ نادي الوداد المغربي رسالة نادي أولمبيك مارسيليا موقعة من طرف رئيسه وبتاريخ 8 يونيو 1948، أرسلها إلى الحاج محمد بن جلون ومبعوثة إلى عنوان مقر النادي الأحمر الكائن بعنوان 2 زنقة الياقة الزرقاء، جوابا على تهنئته لنادي مدينة مارسيليا الحائز أنذاك على لقب الدوري الفرنسي لموسم 47-48. وفيها تهنئة متبادلة من النادي الفرنسي وفخرا وسعادة له بمشاركة لاعب الوداد السابق سالم بن ميلود في تحقيق ذلك التتويج. ونخص بالذكر أن سالم لعب بجوار العربي بن مبارك بأولمبيك مارسيليا في موسم 53-54، كما لقبت الصحافة أنذاك بن ميلود بالجوهرة السوداء الثانية للمغرب بعد بن مبارك. تألق سالم بالدوري الفرنسي لم يمنعه من متابعة كل صغيرة وكبيرة عن الوداد، حيث ظل المرحوم طيلة فترة احترافه بفرنسا على اتصال دائم مع الحاج محمد بن جلون يسأل عن أحوال ناديها الأم الذي ظل قلبه متعلق به رغم لعبه مع أولمبيك مارسيليا. كما كان يحضر بعض لقاءات الوداد كلما أتيحت له الفرصة بالمجيء إلى بلاده المغرب، فقد حضر بن ميلود لنهائي بطولة شمال إفريقيا لسنة 1949 الذي فاز به الوداد على حساب النادي البنزرتي التونسي بستة أهداف مقابل 2، والذي لعب باستاد فيليب بالدار البيضاء، حيث كان هو من أعطى انطلاقة اللقاء تحت أنظار لاعب الوداد الشتوكي وعبد السلام، كما يظهر سالم في هذه الصورة إلى جانب أسطورتي وداد الأمة وكرة القدم المغربية الحاج محمد بن جلول التويمي ومحمد بن الحسن العفاني التونسي الأبجيكو، والتي أعطتها الصحافة عنوان سالم بالدار البيضاء اللاعب السابق للوداد والمدافع اللامع لأولمبيك مارسيليا، قد التقى بأصدقائه البيضاويون بكل فرح وسرور. كانت هذه نبذة عن تاريخ لاعب من طراز عال لم يحظى بتتبع إعلامي رغم تألقه لسنوات عديدة مع الوداد والنخبة المغربية وأولمبيك مارسيليا، ولذلك قررنا أن نحيي ذكرى المرحوم لكي يتعرف عليه كل الوداديون الغارقون في عشق هذا النادي العظيم. رحم الله سالم بن ميلود وكل وداجين أبل البلاء الحسن لنصرة نادينا وداد المقاومة الحبيب وبلادنا المغرب العزيز.